الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط صباح هذا اليوم، أشواط الأثارة وأشواط الحماس في سن اللقاية ضمن فعاليات المهرجان الختامي على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، ختامي الختاميات الذي تنطلق فيه الآمال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس. انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط 15 في أشواط صباح هذا اليوم ليحمل إبكار اللقاية المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل، بشعارات أبناء الخليج الواحد الحاضرين في ميدان الوثبة المقدمين كل ما هو جميل ورائع. مباشرة نبحر في عمق الميدان، تقود مساري هذا الشوط الطاغية على رأس حربة هذا الشوط حمد بن ناصر بن علي النعيمي، يتقدم عاشق سلالة المختبر، يتقدم بو حمدان وياتي بهذه النوعية الجميلة نقلة على المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات تتقدم اللي هي خطر أحمد بن عبد الله بالركاض العامري، يقدم خطر على المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا نقلة على المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا التواصل وهذا الانطلاق القوي والجميل. تتقدم في هذه اللحظات العنود سعيد بن محمد الكليلي يقدم العنود على هذا الانطلاق. نقلة على المركز الرابع، تتواجد في رابع المراكز وهناك الدخول في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. هذه تواجدت الوحيشة للسلطان بن غالب بن راشد المنصوري، بينما الدخول في هذه اللحظات من بحور تركي بن سالم بن غانم الفهيدة المري على المركز الخامس. أما المركز السادس في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع سمحة لمسلم بن سالم بن ناصر بالمر العامري. المركز السابع وصول في هذه اللحظات وتحرك من شعار بن دري القادم مع غلابه اللي تنطلق سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز التاسع وصلت منصورة لأحمد بن مسلم بن زفن العامري. المركز العاشر في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام، هناك عاشر المراكز في هذه اللحظات في هذا الانطلاق. تتواجد وتتقدم هذه مناورة تعود ملكيتها لأحمد بن عتيج بن عطشان الهاملي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعي قناة ياسر الرياضية، متابعي شاشة دبي ريسنج في هذا المسار، في هذا الحفل الختامي الكبير الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين، ختامي الختاميات الذي تحتضنه عاصمة الميادين الوثبة في هذا اللقاء الكبير والرائع. عوده بعد العشر المراكز مع الخمسة كيلومترات، مع اللقاية، مع سن المفاجآت، سن الانطلاقات. عودي إلى المركز الأول، تتقدم خطر في هذه اللحظات. الشيخ أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري يقدم خطر على المركز الأول، يقدم خطر على الانطلاق الأول في هذا المسار وهذا الانطلاق. تتقدم بحور تركي بن سالم بن غانم الفهيده المري، يقدم لنا بحور أتت بأمواج البحور. المركز الثالث، ثالث المراكز، هذه الطاغية حمد بن ناصر بن علي النعيمي على المركز الثالث. غلاب تبغي تتقلب على ناموس هذا الشوط، تتقلب على المشاركات وتدزع سيارة هذا الشوط بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق. ياتي سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي أحد شبابنا المقدم غلابة في هذا الشوط. يا سلام، بدأت المعركة، بدأت التجاوزات، بدأت التحركات في هذا الشوط. شوف
خوف الوصول في هذه اللحظة والتحرك من قبل الوحيشة الوحيشة سلطان بن غالب بن راشد المنصوري تتدخل في هذه اللحظات. شوف أيضا دخول وصايف صالح بن مبخوت بن عيضه العامري يقدم لنا وصايف في هذا الانطلاق، وعادت مرة ثانية ووصلت مناورة لأحمد بن عتيد بن طماش المنهالي الذي ينطلق، بن عطشان المنهالي ينطلق في هذه اللحظات. هذه الأسماء والشعارات الحاضرة، عودي إلى المراكز الأولى مع انحناء الميدان مع انحناء الميدان مع الالتفاف الاخير. شوف على الشاشة الكيلو الاخير في هذا الابداع الجميل، الكيلو الاخير. سمحة مشاهدين العزاء، سمحة اللي تسمحت امورها، سمحة الذي انطلقت مسلم بسالم بالمر العامري، راح بالمر ولكن واصل وصلت وصايف صالح بن مبخوت بن عيضة العامري تتقدم. وشوف رجل المفاجآت، يا سلام، انطلق محمد بن مبارك بن سالم بن نصرة اللي هي قدارة انطلقت على المركز الأول، يا سلام. ولكن شوف الأسماء وشوف الشعارات، هذه مطفية عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري وصلت مطفية في هذه اللحظات. وصل بن عميرة، وصل قادم بن عميرة مع الشاهيني حمدان بن حمد بن عميره الشامسي يقدم الشاهينية، ولكن راح بالنصرة مع الناموس، مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع القوي والجميل. غدارة محمد بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري يقدم غدارة على المركز الأول إلى السيارة إلى الجدارة في هذا الانطلاق وهذا إلى دال جميل. تهانينا لبن نصرة، تهانينا محمد بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري على هذا الفوز. شعار المفاجآت، شعار الرموز، شعار يعرف الناموسي والفوز. تهانينا محمد بن مبارك بن سالم العامري على فوز غدارة بالمركز الأول. لحظة إلى خط النهاية المركز الثاني مشاهدي العزاء، وصلت فيه مطفية لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، بينما المركز الثالث وصلت فيه وصايف لسالم بن مبخوت بن عيضة العامري. والمركز الرابع مشاهدينا العزاء اللي هي الشاهينية لحمدان بن حمد بن عميرة الشامسي، والخامسة اللي وصلت اللي هي طيف لحمد بن بطيب بن محمد الغفلي. هكذا كانت الخمس المراكز الأولى، ولكن غدارة إلى الصدارة وإلى مكان الجدارة تنتزع السيارة في هذا الشوط وتهدي أهالي زاخر هذا الناموس المستحق والجميل. هذا توقيتها الزمني 7:30 و3 من الثانية. تهانينا محمد بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري على هذا الفوز المستحق. بينما ناخذ المركز الثاني يا مخرجنا ونشوف توقيتها الذي تنطلق في هذا الشوط، واللي قدمت كذلك أداء جميل ورائع للغاية اللي هي مطفية في الأمتار الأخيرة، وعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري في توقيت زمني 7:32 بالوفاء والتمام في هذا المسار. تهانينا. بينما المركز الثالث التوقيت الزمني على الشاشة 7:32 و5 من الثانية، وتهانينا لصالح بن مبخوت بن عيضة العامري على فوز وصايف.